البرلمانية دي فكرة رائعة بالمناسبة، يوم نضيفها في البرنامج إن شاء الله، ودي مهمة جدا نخليها. كمان اتكلمنا على هو مصر على العروبة، احنا سعداء النهاردة إن احنا بنتشرف بالجامعة العربية معانا سعادة السفير الأستاذ عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب بجامعة الدول العربية، وبنشكر تشريفه لينا. وأنا أحب أسمع عن سعادته يقول لنا إزاي فعلا الشباب يكون هو جسر للتقارب العربي. سعادة السفير اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي ويسعدني ان اكون مع منتدى الشباب العربي الاوروبي بمشاركه 21 دوله عربيه مقابل 43 دوله اوروبيه. وكان محور هذا المنتدى هو المواطنه. وكان الشباب العربي باحتراف من المجلس الشباب الاوروبي كانوا متصدرين الحدث. وللعلم حتى 43 شاب الاوروبي اللي كانوا شاركين حد جدا جدا جدا. انا اقول الشباب، الشباب سفراء المستقبل. انا لسه مش هقول، يعني مش هقول ان الشباب دلوقتي مهم. الشباب مهم منذ فجر التاريخ، من ايام عبد الناصر وكان في كيف كانت هناك للشباب قوه طالبه ايام السادات، وكيف كان الشباب له دور في محاربه حالة اللا سلم واللا حرب. لأنا بعتبر أن عبور 73 جاء بضغط من شباب الجامعة، وقد كنت أحد المشاركين في أثناء الأحداث دي. وأنا شكرا لحضرتك استجابتك لينا وكونك معانا مكسب كبير لينا. وفن بقى الناس بتاعت بلد الشباب خدت الأغاني الهابطة دي والموسيقى الهابطة والكلام ده، صح الكلام ده ولا إيه؟ وخصوصا أن حضرتك كنت نقيب المسرحيين في فترة صعبة، عايزين حضرتك تحكي لنا التجربة دي ونصيحة لجميع الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية لهذا المؤتمر، واحنا دايما بنتكلم عن كل هذه الأعمال العظيمة كان في عز شباب. لكن الشباب لما بيمسك، من يوم ما مسك الشباب في هذه الفترة ما سابش الحكم اللي هم في الستينات والسبعينات، لكن احنا في النهاية بنشوف ان فعلا زي ما قال السيد الرئيس السيسي ان الشباب ظلم. وحتى يمكن تشوف الافلام استاذ مجدي ابو عبد الله ناشد على ذلك. ليس الفرق ان انا طول عمري بقالي اكثر من 30 سنة بغني، كان يكفيني ان انا اطلع اغني اغنيه قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك بكلامها الاصلي دون تحريف. زي درويش بيقول: يوم مبارك تم لك فيه الصعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود، ايه نصارى المسلمين قالوا يهود، بالعباره نستواح بالجدود. هذا هو الكلام الاصلي. الراجل المسؤول عن التصاريح في النقابه فاضل جلساتي هذا، استمتعنا بحضرتك. مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وان شاء الله عيد سعيد علينا وعلى الامه العربيه كلها. اولا مبدئيا ده يا جماعه بس عشان ننفذ في الموضوع ده، لا دكتور انا بعمله، فانا بوضح بس الموضوع هنا عشان في سؤال جاي من السادات الرابع. ده بيحقق قاعده ان الكبير او الاكثر خبره لما بياخد بيد الشباب لقدام بينقله، بيقف جنبه، بيحقق له حاجات كتيره جدا. احنا شبابنا بخير، وشبابنا فعلا زي ما الرئيس السيسي دايما بيوضح، احنا عايزين ننقل شبابنا اكتر ونوصل بشبابنا اكتر. وشبابنا اللي انا شايفه قدامي واللي بشوفه بره وبشوفه معايا من خلال شغلي. استاذ ياسر القاضي، الاستاذ احمد معوض من التلفزيون المصري، على ان هم يا جماعه مشرفينا النهارده وبنقلوا هذا اللقاء الجميل على الهواء مباشره. تحيه كبيره ماما في البيت شافته يا لبنى. بشكر سعادة السفير لان عنده ميعاد في رئاسة الجمهورية، واحنا مع بعض مستمرين معاكم وانا قاعدة معاكم كلنا قاعدين مع بعض. لا لا مش عارف حاجة جنب الجاهلات. لا انت جاهلات، هو كان الوقت بتاع الشاي ما خدتش كل الوقت. والحوار يشوفوا الناس بتتكلم ازاي، يشوفوا بيقولوا ايه، مين بيقول ومين بيرد، بيرد بحجة ايه، ايه اللي ثقافته قد ايه، طريقته قد ايه، نظامه ايه. من جميع انحاء البحر المتوسط الولاد بتوع الجامعة، طلبة الجامعة اللي كانوا قاعدين بيتعلموا ازاي وبيتحوروا ازاي.
وجودهم هيضبط الحوار، هيخلي مستوى الحوار عالي. الشغل اللي احنا كنا بنشوفه اي كلام، اللي علق يفطر انا عايز اروح الحمام.